وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم، مرحبا بكم في فعاليات أول منتدى إعلامي للشباب. اسمحوا لي بدعوة الدكتورة ميثا أبو حميد مديرة نادي دبي للصحافة لتلقي كلمة الافتتاح للمنتدى، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي وعضو مجلس دبي، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم في الدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب، والذي نطمح من خلاله لإعداد الجيل المقبل من الإعلاميين المؤهلين لقيادة الإعلام العربي، لأنكم أنتم الشباب محرك كل المتغيرات الإيجابية وأساس المستقبل الذي نطمح للوصول إليه. لذا جاء القرار وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن يكون للشباب منتداهم الحصري، مستلهمين ذلك من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في وضع الشباب دائماً في المقدمة. لذا نحن معكم هنا اليوم لأنه لم يعد مقبولاً الحديث عن المستقبل دون أن تكونوا شركاء أساسيين في هذا النقاش. على مدار اليوم سنستمع معكم لقصص نجاح ملهمة لجيل شاب ربما سبقكم بقليل، لنستلهم الدروس ونضع بين يديكم الخطوة الأولى للسير نحو المستقبل. كما سيكون بيننا لقاء مهم من خلال الفعاليات اليوم بمشاركتكم في الخلوة الإعلامية للشباب، لذلك نريد أن نستمع لأفكاركم وآراءكم واقتراحاتكم وكيف تريدون شكل الإعلام الذي ستشاركون في صنعه. نطمح بوجودكم معنا اليوم لبناء منظومة إعلامية عربية متميزة وشابة قالباً ومضموناً، فأنتم حاضر ومستقبل إعلامنا العربي، ودبي ستبقى دائماً ملتقى لإبداعاتكم وطموحاتكم الكبيرة. واليوم نكمل مسيرة دعمنا للشباب، ويسعدنا اليوم أن نعلن بحضوركم عن مبادرة DXB ميديا تك فس بالتعاون بين نادي دبي للصحافة والجامعة الأمريكية في دبي. فاسمحوا لي بدعوة السيد إلياس بوصعب نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم سمو الشيخة لطيفة، أصحاب السعادة والمعالي. بيسعدنا أنه نحن ونادي دبي للصحافة نشتغل على فكرة الدبي تك فيستيفال. دبي تك فيستيفال هو حيكون منصة عشان الأفكار الجديدة اللي تعني قطاع الميديا والتكنولوجيا تندمج وتكون هي منصة لكل الأفكار اللي ممكن نبني عليها المستقبل. بكل فخر مع نادي دبي للصحافة راح نبتدي هيدا المشوار عبر كلية محمد بن راشد للإعلام، لحتى إن شاء الله نقدر نبني قطاع للميديا بواكب التكنولوجيا. وشكراً.